راهو في واقع معناتها سياسي واجتماعي وثقافي متحرك بصفه كبيره برشا. دونك ماذا بينا ديما نكونوا في سباق مع الاحداث، واذا ربما احنا نسبقوها الاحداث واحنا نصنعوها. بعد 2011 باش نحكي على قبل 2011 وشنو الدور لعبته الجمعيه، اما بعد 2011 جوست معناتها وقت اللي كان فما مشروع تاع انتخابات المجلس الوطني التاسيسي، فما زوز محطات هامين برشا قامت بهم الجمعيه، خاطر احنا ما نكتفيوش بالضغط فقط وانما بتقديم المقترحات. قدمنا بمشروع دستور المواطنه والمساواه، كنت في كل لقاءات نقدم لكم نسخه منه. كان هذاك المشروع اللي تقدمت به الجمعيه وعلى اساس، وهو من بعد معناتها على اساس المبادئ اللي تضمنها اللي هي مبادئ الحركه النسويه بالاساس والحركه الحقوقيه بصفه عامه، كنا ديما نوجه معناتها ضغطنا للمجلس التاسيسي وحوارنا مع الاحزاب السياسيه انطلاقا من الارضيه هذيك اللي هي تصورنا للدستور اللي مش يكون منبثق على ثوره الحريه والكرامه، شنو ما القيم، شنو ما المبادئ اللي احنا نراو روحنا فيه كنسويات. ثم معناتها فما نقطه هامه اخرى، هو معركه الجمعيه من اجل التناصف. كان تحدثنا المرة اللي فاتت أنها معركة التناصف كانت تبدو معركة في ظاهرها من أجل الفضاء العام، من أجل معناتها أنها تكون نسية موجودة في مراكز القرار، لكن ديما كنا نأكدوا على الرابط الدقيق جدا الموجود بين مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي مراكز القرار ووصولها إلى مراكز القرار السياسي وبين سيادتها داخل عائلتها. ما تنجمش تكون المرأة معناتها إكرازية في العائلة نتاعها وسجينة معناتها وضعية دونية في الأسرة وقادرة على أن انها تكون فاعله في الخارج. دونك كنا ديما ناكدوا في كل مقاربتنا كجمعيه على الرابط الموجود بين الفضاء العام وبين الفضاء الخاص. هل انها تتجذر في الاصاله التونسيه او في التقاليد او في الهويه العربيه الاسلاميه او في انها حديثه؟ هل انها علمانيه ام غير علمانيه؟ كل شيء يتقال حرام في الاحوال الشخصيه. في النهاية اخترت أن نتحدث على ملامح المرأة في مجال الحوار الشخصية. وقت صورة مجال الحوار الشخصية سنة 1956 ترافق معها زوز أنواع من الخطاب، خطابين. خطاب أول كان موجه للتيار التقليدي المحافظ، وخطاب ثاني كان موجه للنساء أول حاجة وللحداثيين بين الظفرين توانسة أكثر يوم ما همش باشا من جهة ثانية. الخطاب الأولاني اللي هو خطاب بالمواجهة للتيار التقليدي والمحافظ كان يقول أن مجال الأحوال الشخصية مستمدة أو مستلهمة أو مستوحاة من الفقه الإسلامي أو من القرآن أو من الإسلام أو من الشرع. والخطاب الثاني كان يقول أن مجال الأحوال الشخصية جاءت لتحرير المرأة. تقريبا حد ما قال أن مجال الأحوال الشخصية في الخطاب الرسمي، تحدث الخطاب اللي هو كان يلقيه الزعيم محمد بورقيبة والوزراء نتاعو خاصة وزير العدل آنذاك سي أحمد المستيري، حد ما كان يقول أن مجال الأحوال الشخصية جاءت في إطار حداثي. كانوا يقولوا الكلمة المستعملة وقتها كانت المعاصرة، كانت تتماشيا مع روح المعاصرة وروح العصر. دونك جاءت لتحرير المرأة، هذه الكلمة اللي سادت في الوقت هذاك، وهذه الكلمة اللي العبارة تحرير المرأة هي اللي كانت سادة في عند المفكرين وعند الحداثيين بين الظفرين من أول القرن العشرين، سواء في تونس أو في خاصة في مصر أو في لبنان وسوريا. تحرير المرأة من ماذا؟ وقت نقرأ مثلا كتاب قاسم أمين تحط اسمه تحرير المرأة أو بقية الكتب اللي تنشرت في الوقت ما بين أول القرن إلى حدود منتصف القرن العشرين، تحريرها من يقولوا من الأمية دونك بالتعليم، من التبعية الاقتصادية وبالتالي من الفقر، وتحريرها زاد من الحجاب، لأنه صارت حركة كبيرة، حركة محدودة هي في الانتشار نتاعها، ولكنها حركة رمزية اسمها السفور، يعني نزع الحجاب. مجال الأحوال الشخصية جاءت لتحرير المرأة، هل أنا جاءت لتحرير المرأة من الأمية؟ تقريبا ما فيها حتى شيء ذكر للتعليم. هل أنا جاءت لتحريرها من الفقر؟ ما فماش برشا. فما شوية لكن مش برشا.
دونك جاءت تحريرها من شنو؟ جاءت لتحريرها من ثلاثة حاجات. ثلاثة حاجات كان معمول بها في الوقت هذاك، سواء على مستوى الفقه أو على مستوى الممارسة الأعراف. الحاجة الأولانية هي تزويج البنات رغم إرادتهن من قبل الولي الشرعي. دونك تزويج البنت رغم إرادتها من الولي الشرعي وممكن في سن مبكر. الحاجة الثانية أثناء الحياة الزوجية، هذا قبل الحياة الزوجية، ثم أثناء الحياة الزوجية تحريرها من إمكانية أنه زوجها يتزوج مرة ثانية، وهو كان سيف مسلط على رقاب النساء التوانسة، والنساء بصفة عامة في العالم العربي والإسلامي وفي برشا دول أخرى، في برشا حضارات وثقافات أخرى. والحاجة الثالثة تحريرها من إمكانية حل العلاقة الزوجية بإرادة منفردة للزوج، يعني يطلق المرأة وقت يحبها بدون ما هي تكون عندها حتى ضمانات، حتى تقريبا حتى شيء، بدون ما هي تتمكن من ممارسة نفس الحق هذا. دونك تحريرها من ثلاث حاجات هذوما، واللي هما يعتبروا تقريبا المكاسب الكبيرة في مجال الأحوال الشخصية. الفصل ثلاثة في مجال الأحوال الشخصية ينص على أن العقد، عقد الزواج، لا ينعقد إلا برضا الزوجين. دونك مع حق الجبر هذا اللي كان موجود خاصة في الفقه المالكي، اللي كان موجود للولي الشرعي، نحن أنه الزوجين الاثنين مع بعضهم يجب يكونوا متراضيين على عقد الزواج. سن الزواج المبكر كيف تم تحديده في الفصل الخامس من الأول، 17 سنة بالنسبة للمرأة و 20 سنة بالنسبة للرجل، ثم انطلاقا من سنة 2010 تم توحيد السن هذا في 18 سنة بسنين مع بعض الاستثناءات في حالات قصوى. الحاجة الثانية تحريرها قلنا من إمكانية أن الزوج يتزوج مرأة ثانية، دونك منع تعدد الزوجات في فصل 18. والحاجة الثالثة إمكانية حل علاقة الزواج بإرادة منفردة من الزوج، هذا تم وفي أي وقت وبدون أي قيد ولا شرط، هذا تم تخلي عليه بإلغاء هذا مؤسسة لغيبيوديشن، معناش لها معناتها أني كبالون بالعربي الدقيق، ولا وقعت لانسيتيسيون دو ديفورس، الطلاق انقضى. دونك ولا الطلاق يصير قدام محكمة، وفي مساواة تامة ما بين الزوج والزوجة في ثلاثة حالات اللي هما معروفين، معناتها الطلاق بالتراضي، الطلاق إنشاء بإرادة منفردة من أحد الزوجين، أو الطلاق للضرر. دونك نجمو نقولوا بداية مساواة. فصل ثلاثة ينص والفصل خمسة في سيرته الجديدة، والفصل 18 والفصل 31 هذوما ينصوا على أنه بداية العلاقة الزوجية تبدأ برضا الطرفين في نفس السن، فصل السن 18 سنة، منع تعدد الزوجات أثناء العلاقة الزوجية، والطلاق يصير قدام محكمة والاثنين بنفس الشروط وتبقى بنفس الإجراءات. ولكن مجال الأحوال الشخصية وقت نطلع عليها ونقراها ماليا ونتأملوا فيها كل شيء، ما جاتش كإعلان حقوق النساء مثلا، ما جاتش في صيغة من ديكلاراسيون دو دوغ، ماهيش إعلان حقوق لا للنساء ولا للرجال، وما جاتش لتكريس المساواة، وحتى حد ما تحدث عن المساواة في الوقت هذاك، لا في الخمسينات ولا في الستينات ولا في حتى السبعينات، بدات حكاية الحديث عن المساواة معناتها بدا منذ تأسيس الحركة تقريبا النسوية في تونس، الحركة النسوية الحديثة أو الثانية في آخر السبعينات، ثم في آخر الثمانينات مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومع لافتيوب. دونك في الوقت هذاك ما كانش حديث عن المساواة، تحرير المرأة فقط.
وقت اللي قلت لكم ثبتوا فيها القام فيهاش برشا تحليل المرأة، فيها كان ثلاثة مكاسب هذوما. المساواة ماهيش ما فيهاش مساواة. ولا مجال الحديث عن المساواة في مجال الأحوال الشخصية. وهي بطبيعتها معناتها ماهيش مجال بتاع المساواة، ماهيش قانون لفرض المساواة أو لإلغاء أشكال التمييز المسلط على النساء أو لإلغاء أشكال اللامساواة. مجال الأحوال الشخصية هي مجلة تنظم تقريبا الحياة العائلية في تونس، العائلة هي مجلة العائلة. بقى كلمة أحوال شخصية ومفهوم أحوال شخصية هي كلمة جديدة، كلمة مستحثة، ما هيش من الفقه الإسلامي التقليدي وما هيش موجودة في القوانين الغربية الحديثة. هي كلمة مستنبطة، وقع استنباطها من الفقهاء المجددين، وفيها ما تجمع معناتها مواد تهم حياة العائلة، لكن فيها مواد لا تتعلق بحالة العائلة. مثلا الهيبة، الباب الأخراني في مجال الأحوال الشخصية اسمه الهيبة. الهيبة ما عندهاش تقريبا علاقة بحياة العائلة. ثم لما صدرت مجال الأحوال الشخصية في 1653 كان القصد منها وقت تنظيم الحالة العلاقات العائلية والحالة الشخصية للتونسيين المسلمين، لأن صدرت في ظل أمر سبقها بشهر تقريبا أثناء جويلية 56 المتعلق بتنظيم، هكذا الأمر العلي أثناء جويلية 56 المتعلق بتنظيم الحالة الشخصية الأحوال الشخصية للتونسيين من غير المسلمين واليهود. واللي قعد الأمر ذا ساري إلى حد سنة 98 تاريخ إصدار مجلة القانون الدولي الخاص. وقتاش مجلة الأحوال الشخصية ولات منطبقة على التوانسة الكل مهما كان ديانتهم. في 27 سبتمبر 57 لما تم إلغاء محاكم الأحبار والمحاكم الفرنسية بتونس، وتم توحيد القضاء والمحاكم الشرعية أيضا، وتم توحيد القضاء. دونك القضاء ولا تبع الدولة، جوستيس إتاتيك، قضاء دولي، وخاضعين التوانسة الكل مهما كانت دياناتهم، وبالتالي يلزموا قانون واحد ينطبق على التوانسة الكل. نجم نعتبر هذا أول خطوة حتى قبل دستور 59 ورجوان 59، أول خطوة في تكريس المواطنة، في بداية ظهور مبدأ المواطنة على الأقل. ولو أن مبدأ المواطنة بدأت تظهر علاماته منذ القرن 19 في دستور 1861 في عهد أمان 1957، ولكن في مادة الأحوال الشخصية، في مادة العلاقات الأسرية والعلاقات العائلية كانت تقريبا أهم خطوة. كما أن مجال الأحوال الشخصية كما أريد لها أنها تحرر المرأة، فإنها زاد حررت قانون التونسي، قانون الوضع التونسي حررته من 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 سيطرة الفقه الإسلامي. لأن القانون التونسي خاصة في مادة الأحوال الشخصية، لأن القوانين السابقة كما جات التزامات العقود ما فيهمش ما جات التزامات العقود، فيها باب هام جدا يتعلق بتأويل بتفسير القانون وتأويله كل، هو الباب المعتمد إلى اليوم وصدر سنة 1906، ما فيها حتى ذكر لمرجعية فقهية أو إسلامية أو دينية أو ما شابه ذلك، خلافة مثلا المجلة المدنية الجزائرية صدرت بعد، أو المجلة أو المدونة المغربية، أو المجلات المدنية لصدر في مصر وفي سوريا وفي العراق. مجلة الأحوال الشخصية نفس الشيء، ما فيهاش حتى مرجعية دينية أو إسلامية أو فقهية أو مذهبية أو حتى أو أي إحالة إلى أي شيء من نوع هذا. باهي، دونك جاءت تحرير المرأة حررتها من ثلاثة حاجات هذوما بالحق اللي كنت نذكر فيهم قبيلك، لكنها ما فهمت لا مجال قلنا للحديث عن مساواة مجال الأحوال الشخصية. والمرأة دونك إذا كان ما فماش مساواة، إذا كان نتحدثوا على تحرير المرأة في الحياة العائلية في الحياة الأسرية، فإنه
السؤال اللي تطرح هو هل يمكن أن نتحدث عن مرأة مجال الحوار الشخصية؟ مرأة بما كبيرة معناتها، مرأة في صيغة واحدة. الإجابة هي لا، وضرورة تمشي كون لا، لأن نتحدث على أدواء داخل الأسرة، ما نتحدثوش على مرأة في المنطقة. فما وضعيات دي ستاتيو، وضعيات تلقى فيهم المرأة نفسها، وهما اللي يحدوا حقوقها أو واجباتها. أو الوضعيات هذوما هم مذكورين جلهم في الفصل 90 مجال الحوار الشخصية، الوارثات من النساء اللي هما ستة، ونجمو نزيدوهم في ستة، هما الأم، الجدة للأب أو للأم شحال فيهم مهما، الجدة، البنت، الزوجة، الأخت، وبنت الابن، مش بنت الابن، وبنت الابن. ونجمو نزيدوهم الزوجة المطلقة أو المطلقة والمعتدة، نجمو نزيدوهم والحاضنة. تقريبا تسع وضعيات نجم نلقاو فيهم، نجم المرأة تلقى فيهم نفسها في داخل مجال الحوار الشخصية لما تدخل في عائلة، سواء بإرادتها أو بغير إرادتها، لأن البنت لما تولد تلقى روحها في بغير إرادتها داخل عائلة. ملامح المرأة أو ملامح النساء في الوضعيات هذوما كيف تبقى؟ اخترت تقسيم، وهو تقسيم كلاسيكي معتمد معناتها من قبل برشا قانونيين، هو التقسيم ذا يقوم على التمييز بين العلاقات المالية والعلاقات غير المالية، les relations patrimoniales et les relations extra-patrimoniales. les relations extra-patrimoniales أو العلاقات غير المالية هما مرتبطين بحقوق الشخصية، مش الحقوق الشخصية وإنما الحقوق الشخصية. الحقوق الشخصية يعني الحقوق اللي يتمتع بها كل شخص عنده جملة من الحقوق يتمتع بها. التاريخي اللي وردت فيه وجد أن الفكر اللي كان موجود في تلك الفترة بين نسميهم التيار معناتها التقليدي المحافظ وما بين التيار الحليفي، الصراع هذه كانت عنده وجهة ربما في الفترة القديمة، لكن بعد التحولات في المجتمع التونسي وبعد التحولات الموجودة على مستوى القوانين ظهر بالفعل أنه مجالات الأحوال الشخصية هي دون سقف انتظارات التونسيين والتونسيات. زلنا نقولوا الكلام هذايا لأنه أول حاجة الساعة احنا شعب معناتها سجلنا رواحنا ديما في أن أحسن ناس وأننا متقدمين بارابور صحيح نحن متقدمين، لكن وظيفت توظيف سياسي معناتها مقيت جدا مجالات الأحوال الشخصية، وكانت ديما تعتبر أنها معناتها عنوان من عناوين مساواة للمرأة التونسية، لكن النقائص القانونية عديدة موجودة كما بين بديت وبين سناء، موجودة في عديد الفصول وفي عديد سواء على مستوى في بنيتها الكل. وهذا ما يعتبرنا أن اليوم السي طارق نرحب به هو عضونا في المجلس النيابي على جهة القروات، أنه اليوم بالحق عندنا معركة كبيرة اليوم في المجلس النيابي، هي معركة صياغة القوانين. يزلنا نكونوا متجندين ومتهيئين أنه كما ما قبلناش أنه الدستور القديم يكون معتها دون سقف انتظاراتنا، كما رفضنا أن نكونوا مكملات وكنا متساويات، خاطرنا كنا واعيين بالضبط معناتها أنه كل ضرب حقوق النساء هو ضرب المشروع المجتمعي اللي نتحركه من أجله ونعطله من أجله. اليوم زادة يزلنا نكونوا على بينا أنه تمسكنا معناتها بعديد النقاط الموجوده في مجال الاحوال الشخصيه ما نجم كان يحافظ على وضع متخلف للمراه التونسيه، لا فقط على المراه التونسيه وانما ديما سقف انتظاراتنا هو سقف انتظارات كما قال وليد هو المعاهدات والاتفاقيات الدوليه وثقافه حقوق الانسان بصفه عامه، هذه القيم احنا نتحركوا فيها. دونك اليوم عندنا دور كبير ان كيفاش باش نضغطوا كيفاش باش نخدموا زاد نراجعوا القوانين نتاعنا ونعملوا عمليات مناصره فعليه من اجل ان تتغير القوانين ونقدموا احنا مشاريع قوانين جديده تقوم بالاساس على المساواه. سناء مش تعدي لنا في مداخلتها باش تحكي لنا على افاق مجال الاحوال الشخصيه. نعم،
صباح الخير. شكرا على الحضور. نحب نشكر ساعه قبل ان نبدا نحب نشكر جمعيه النساء الديمقراطيات وفرع قروان وانسه بالذات اللي في كل مره تشاركنا معاها في النقاشات هذه حول وضعيه المراه حول القضايا المطروحه امامنا اليوم. نشكركم على حضوركم اليوم منتدى تونسي حقوق الانسان، ونشكر ايضا المنتدى التونسي، ونرحب بالنائب على الجهه، لكن انت نائب الشعب كله، ولذا احنا اليوم يعني نائب الامه ككل، يعني الوحده نتاعها. فمهم جدا انه تكونوا موجودين معنا ونتبادلوا النقاش وتعرفوا وين وصلنا في النقاشات نتاعنا وتكونوا صوتنا في المجلس النيابي. أنا باش نبدأ من أين انتهى وليد، اللي أولاً ساعة نشكره زادة، وكانت المداخلة نتاعو يعني وضعتنا في الإطار، واضح أنه مجلة الأحوال الشخصية اليوم يعني تجاوزها الواقع، وتجاوزتها أيضاً نمط العائلة التونسية اليوم ونمط العلاقات وما نصبوا إليه نساء ورجال، شباب وشابات، فتيات وشباب، ما نصبوا إليه من حقوق، من مساواة. وأنا كنت نقول في عديد من المداخلات نتاعي أنه مجلة الأحوال الشخصية هي اللي قاعدة تشنج في العلاقات بين النساء والرجال، لأنها علاقات مبنية على التمييز كما بينه صديقي وليد. العلاقات المتساوية هي العلاقات اللي احنا نسميوها يعني إكيليبغي، يبدو كيف كيف، يبدو بالإكيليبغ. إذا فما ديزيكيليبغ، فما ديسكريميناسيون، وقتها ونتولي فما تشنج ويعني تصعب العلاقات. ومجلة الأحوال الشخصية هذه وصديقاتي اللي يبدو في المحل لكلهم يقولوا اللي ولات أصبحت وكأنها نقمة على نساء تونس. المرأة ما عادش تلقى حقها في مجال الأحوال الشخصية، يعني بالملموس. كيف باش تاخذ حتى مثلا اللي تكلم عليه وليد، باش تاخذ النفقة، تبدا النفقة هذيك يعني ديريزوار، 25 دينار و50 دينار، وتولي العلاقات الكل مبنية على العلاقات هذه متاع نفقة وعطيني نفقة إلى غير ذلك. ما فماش علاقة متاع اللي احنا نحبوها اليوم، يعني ان كوبل، مرا وراجل اختاروا بعضهم باش يعيشوا مع بعضهم، باش يبنيوا مع بعضهم، باش يحبوا بعضهم، باش كيف يكبروا معناها يبدوا يتمناوا باش الاولاني كل واحد يموت قبل الاخر باش ما فوالا ولا دونك هذه هي، هذا راهو هام جدا انه نكونوا واعيين به. انتهى وليد وقال انا في رايي مجله الاحوال الشخصيه غير قابله للاصلاح، مش معناها هي ما نجموش نصلحوها، لا، لكن اليوم فما نوع من التعصب حول مجله الاحوال الشخصيه، فاصبحت وكانها هي يعني اعطوها نوع من القدسيه، ولينا اليوم ما عادش نجموا نمسوا مجلة الأحوال الشخصية، وكأنه في مس مجلة الأحوال الشخصية هناك مس بقوانين أو قواعد سامية، يعني ماهيش قواعد من وضع الإنسان، قواعد عندها قداسة. وهذه رناه في المداولات مجلس الدستوري، المجلس التأسيسي في المداولات نتاعو، وعلاش جا وهذا ما يفسر الفصل تو فيما بعد نرجع له، الفصل 46 اللي يقول، اللي يتحدث على مكتسبات المرأة التونسية. هي كلمة مغلوقة، لكن احنا نعرفوا في القانون ان الكلمات هذيا يعني مكتسبات، هما ما يتكلموش على مجلة الأحوال الشخصية، لكن مكتسبات المرأة يعني مجلة الأحوال الشخصية، لأنه في ذلك الوقت يعني في 2011 صاروا يعني عديد من مش تراجعات، لكن المنادات بأن نتراجع في بعض المكاسب اللي حققتهم مجلة الأحوال الشخصية، واللي هي ثلاثة،
وقالهم وليد بصفة صريحة يعني 13 أوت 1956 اللي جات به المجلة أولا هو إمكانية أنه يقع على الزواج يقع بالموافقة الصريحة للزوجين تنحى ذاك واجب الطاعة وواجب وإمكانية الجبر والزواج بولاية الأب لأن البنت ما كانش نجم تزوج نفسها. هذا هي المكسب الأول. وتتذكروا في سنة 2011 رجعنا إلى مسألة الزواج الشرعي وكان معناها هذا اللي يسود في تونس والتخوفات اللي جات هو يعني أنه أولا وقفنا على واقع ما كانش خطاب فقط فما واقع ما بين يعني بين خصوصا الشباب وكذلك يعني الواقع لكن كذلك فما خطاب يعني ينادي بالتراجع وفي حقوق المرأة على أساس يزعمون هو يزعمون على أساس أنه نتمشاو أكثر مع المنظومة التشريعية المنظومة الشرعية والمنظومة الفقهية القديمة. كذلك في نفس السنة 2011 يعني تتذكروا قديش من مرة تعرضت مثلا جمعية النساء الديمقراطيات إلى قضية التبني. فما من بين نواب الأمة يعني في المجلس التأسيسي أنهم رافضين التبني على أي أساس وهم مش مبني لا على دراسة ولا على دراسة واقع وعلى الحس أول على الحس بالواقع التونسي ولا بالواقع اللي من نسميه احنا اليوم الطفولة المهددة الطفولة اللي معناها أبندوني نشاد هو راه هو لادوبسيون هاك الصغيرات اللي لعت عنده لابو ولا أم واللي أبندوني نجم تنقذو في عدلة تخليه في مركز إيواء حياته كاملة عايش في مركز إيواء وكأنه عايش في سجن يعني ما فماش المحبة وما فماش ما فماش أم تراعي وما فماش أب إلى غير ذلك أنه تعطيه إمكانية أنه يعيش في حنان الأبوين لأنه الحنان هذاك ما يلقاهش حتى كانوا يبدأوا هما معناها بروفيسيونيل ما يلقاهش في مركز إيواء ومعروف اليوم في العالم أجمع أنه التبني مش معمول للاستفزاز معناها بالنسبة للمنظومات القديمة لكن لمراعاة واقع ونجيب حلول وهذا هو معنى القانون. القانون هو أنه نتعايش مع بعضنا في بلد عن نفس السقف البلد هذاك وتكون العلاقات متاعنا مبنية على قاعدة قانونية تمكن العيش الكريم وتمكننا من العلاقات السلمية تنحي الفيولانس وتنحي العنف ويصبحوا الناس ينجموا يتعايشوا لفيفر انسام. كيف القانون ما يعملش لفيفر انسام والقانون يولي هو اللي أثر في الأشخاص ويشنجهم ويعنفهم واحد على واحد لأنه يعطي حقوق للشخص وينقص للآخر يعني كيف يولي مبني على لي بريفيليج ما عاد فيه حقوق لي بريفيليج دو جروب ولا لي بريفيليج دو كاست كانت قبل فما دي بريفيليج طبقات. هذا الكل اليوم ما يتمشاش مع الفكر متاعنا يعني الفكر المعاصر الفكر الحداثي الفكر اللي يصبو إلى العلاقات المتساوية لأن في العلاقات المتساوية فما إمكانية بناء مجتمع متوازن ومجتمع معناها ما فيهش عنف. إذن مجالة الأحوال الشخصية هل يمكن إصلاحها؟ وليد قال أنا أرى أنه مش ممكن إصلاحها وهو تنقل لكم عليش مدام عنا اسمها مجلة الأحوال الشخصية مدام نفهمها نسميها بالفرنسية البلافون دو فيغ. البلافون دو فيغ هذا إيش معناها؟ فما سقف ما نجموش نطلعوه علاش؟ لأنه في الكلمة قال هي استنباط جديد
ما كانش موجود، لكن الاستنباط هذه متاع كلمة مجال التحول الشخصية تبقى دائما في المنظومة التقليدية، لأن المجلة هذه تاريخيا وفي الأصل متاعها تبدو وكأنها تعصير المنظومة الفقهية المالكية القديمة، تحديث منظومة قديمة، مش منظومة جات جديدة وحطيناها، جات فما بل فما أحكام فقهية تتعلق بالزواج، بالطلاق، بالميراث، وبالعلاقات بالوصية إلى غير ذلك. هذه المنظومة هذه موجودة في الفقه القديم، وقعوا في تونس يعني صحيح التطور التاريخي يعني وقع تدوين بعض تدوين هذا الفقه مع تعصيره مع تحديثه، إلى أن جاءت يعني الجمهورية في سنة 1000 ووقع إصدار مجلة الأحوال الشخصية على أساس أنها لا تقطع مع المنظومة القديمة، بل هي معناها تجديد، نوع من التجديد للمنظومة القديمة. لذلك علاش نقول هذا؟ اللي أسس لهذا هو الخطاب اللي عنا هنا برشا فلاسفة من صديقات نعرفهم، هو الخطاب اللي ما نبغوش به لكن اللي موجود في التاريخ المسكوت عنه، لكن موجود الخطاب هذا، وهذا أكد عليه أكثر المحاكم التونسية التي جعلت من الفقه ومن التشريع من التشريع الإسلامي ولا أو من الشريعة الإسلامية جعلت منها هي مصدر المجلة، فيقع تأويل بعض الأحكام الموجودة أو بعض الفصول الموجودة في المجلة هذه على أساس الفقه وعلى أساس الشريعة الإسلامية. لذلك مثلا فما حاجات اللي مش موجودة كما قال ولي مش موجودة، القاضي والحاكم هو اللي عاود رجعهم في المجلة بالتأويل هذا، والتأويل هذا شنو اللي يخليه يمشي للمصادر الفقهية القديمة اللي هي مهيش مبنية على المساواة، ما تنجمش تكون مبنية على المساواة لأنه خارج الفكر اللي تضع فيه الفقه هذايا، فالقاضي هو اللي يرجع لذلك، ويعني صارت اون كريسباسيون، هو اللي سكر على المجلة بينما كان التأويل ممكن، أصبح التأويل يقول لك يجي القاضي يقول لك ومن مصادر المجلة الفقه ويرجع إلى الكتب القديمة وإلى المنظومة القديمة إلى غير ذلك. هذا اللي حبيت نقوله بالنسبة للمجلة. اليوم عنا واقع جديد، واقع قانوني جديد، نحن الآن بصدد إعادة بصفة كلية إعادة المنظومة الدستورية والمنظومة القانونية. وكيف نقول المنظومة الدستورية يعني القوانين التي تتعلق بالمجال السياسي، كل القوانين التي تتعلق بالمجال السياسي واللي هي والقوانين التي تتعلق أيضا بالعلاقات الخاصة. الواقع الجديد متاعنا هو صدور الدستور في 27 جانفي 2014، la promulgation l'adoption صارت يوم 26 ولا promulgation صارت يوم 27 جانفي. الدستور هذي ما نعرفش كان انتم شفتوه، ممكن بصفة عامة نعطيكم، اولا بصفة عامة لم يتمكن من القطع مما اسميه الخطاب الازدواجي الامبيفالون، il est dualiste et ambivalent. نلقاو الشيء وعكس الشيء في بعض الأحيان في نفس الفصل. dans le même article. il y a بالفرنسية يسميها ambivalence. مش dualisme. ambivalence. يعني تلقى الشيء لكن فما مصطلحات فما أفكار اللي ممكن تكون متضاربة في نفس المجال وفي نفس الفصل. تنشوفوها ما نجمناش نقطعوا معاه، لكن في نفس الوقت يعني هذي
لكن في نفس الوقت واضح أنه الدستور التونسي اليوم بالمحتوى نتاعه يمكننا أنه نستغلوه ونعبيوه احنا بالمعاني اللي احنا نحبوها لبلادنا وللعلاقاتنا، واللي مكننا من المطالبه باصلاح المنظومه القانونيه. ولما لا كما صار في المغرب، المغرب قطعوا مع كلمه مثلا ما عادش اسمها المدونه في المغرب. وعلاش ما عادش اسمها المدونه في المغرب؟ وعلاش هو هام انها ما تتسماش المدونه؟ لان المدونه ترجعنا الى الفقه المالكي، مدونة الإمام سحنون. دونك باش خرجوا ما كلكلي الخطاب اللي هو لنون دي لكن موجود، نحاو ما عادش اسمها المدونة، اسمها لو كود دو لا فامي، اسمها مجلة الأسرة. مجلة الأسرة في الجزائر كذلك اسمها مجلة الأسرة، وهو معناه يلزمنا نطالبوا احنا، وكل دولة مطالبة باش تكون يعني تتعلق بالأسرة، معناها عندها أحكام اللي تتعلق بالأسرة. مناش نتحدثوا على المرأة، نتحدثوا على علاقات المرأة داخل أسرة معينة. في تنجم تكون مجلة أسرة، تنجم تكون أكثر من هكا، يعني فما شكون اللي طالب أن يكون عندنا أن كود سيفيل، يعني تكون عندنا مجلة مدنية ولا فقط مجلة تتعلق بالعائلة لكن تتعلق بكل العلاقات العادية بين الأشخاص. بالنسبة للدستور التونسي، فما عديد من الفصول الجديدة اللي يمكن أنه نتركز عليها باش نبنيه المنظومة نتاعنا الجديدة، واللي تكون مبنية بالنسبة لنا على أولا المساواة، المساواة في الحقوق، والمساواة في الحقوق والمساواة أمام القانون. المساواة في الحقوق خاطر إذا ما فماش مساواة في الحقوق، نفس الحق اللي هو مترتب منين جاي نفس الحق؟ أنه لنا نفس الإنسانية، ولنا نفس البشرية، ولنا نفس الطبيعة الإنسانية. ويعني أكثر من هذا، إذا حق منه حق من الحقوق هذه ينقص، هذا يعني أنه فقدنا قسط من البشرية أو قسط من الإنسانية نتاعنا. هذا ش معناها فلسفة حقوق الإنسان، وهذه فلسفة المساواة. ف يعني لابد، وهذو ما هو تنشوفوهم في الدستور عنا، كنت حب باش نكون شوية بيداغوغ ونمشي بشوية باش تاخذوهم. عنا عديد من الفصول، لكن نجمو نرجع اولا للفصل اللي يهمنا، واللي هي غير قابله للتداول، ما عندهاش قيمه ماليه، نو با دو فالور مارشاند، انسيسيب، ما يكونش يبيعهم ويشريهم. واللي هما في جزء منهم شويه حقوق الانسان، في جزء اخر يهم حقوق الانسان يعني في مفهوم المصطلح، وجزء اخر يهم الحقوق الاساسيه المنصوص عليها في الدستور. وليغولاسيون باتريمونيال هما العلاقات الماليه اللي مرتبطين، العلاقات مرتبطه بالحقوق الماليه، لي دووا باتريمونيو اللي هما مرتبطين بالذمه الماليه للشخص، يعني حقوق فيهم علاقه دائنه، يعني دووا دو كريونس. تنفس شويه، نبدا بالعلاقات والبعدين هذوما، العلاقات الماليه والعلاقات غير الماليه مرتبطين ببعض، وخاصة في مصلحة الشخصية. بالنسبة للعلاقات غير المالية، نلقاو فيهم أنه المرأة في وضعية دونية، معناتها عندها ستاتيو دانفيريوريتي. واللي يهمه العلاقات هذوما غير المالية أساسا الزوجة. باهي، نجم نتحدثوا على برشا عدة أحكام أو عدة فصول في مجال التحول الشخصي، ولكن اخترت باش نتحدث على فصل 12 و13 والفصل 23 و30 و31. والفصل 12 قلت لكم هما الحقوق، هذوما العلاقات الغير مالية مرتبطين
بالحقوق المالية وبالعلاقات المالية. المهر أساس تقريبا كنت أمنه مليح مجال تحوال الشخصية وفي فقه القضاء يعني في في في, في قرارات المحاكم نلقاو أنه أساس العلاقة الزوجية هو الحجة الرسمية أو الصداق أو عقد الزواج المكتوب الكتب، ثم العلاقة لا تؤتي آثارها ولا يترتب عنها آثار إلا بدفع المهر. المهر هذا حتى أثناء جويلية 93 كان ما عندوش، كان يجب أن يكون له قيمة كبيرة قيمة هامة، ثم من أثناء جويلية 93 نحاول القيمة هذه ولا مهر وكها مهما كانت قيمته، وبالتالي معناتها مشينا في الثنية ذيك أنه عنده قيمة رمزية وكدينار والحكاية ذيك. بمجرد أنه الزوج يدفع المهر والفصل 13 يقول لا يمكن للزوج تقريبا هكا، لا يمكن للزوج أن يجبر المرأة على البناء ما لم يدفع المهر. لجا يقولوا المرأة مش زوجته، ما دام ما يدفعش للمهر ما زالت مرأة. وقت يدفع المهر بإمكانه بالتأويل عكسي أكونتخابيرو بإمكانه أن يجبرها على البناء. البناء فيه أخذ ورد، شنو البناء؟ هل أنه العلاقة الجنسية أو مجرد الخلوة وإسدال الستائر مهما معناتها يصير. تقريبا كلمة بناء مرتبطة بالعلاقة الجنسية، الدخول هو اللي فيه الخلوة وإسدال الستائر. وهذاك علاش الفقه القضاء كانوا يعتبروا إلى حد تاريخ قريب أنه اغتصاب الزوجي ما هو لا مجال الحديث عليه، ما هو جريمة، فماش اغتصاب زوجي لأنه بإمكانه أنه يجبرها على البناء. بالإضافة أنه هما يعتبروا أنه العلاقة الجنسية هي أمر طبيعي في, 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 في الزواج. دونك يدفع المهر اللي هو حق مالي، حق ذو قيمة مالية، يتمكن من جسد المرأة الزوج به ويصبح بمقتضى ذلك رئيس العائلة. الحنان هذاك ما يلقاهش حتى كانوا يبداو هما معناها بروفيسيونيل، ما يلقاهش في مركز إيواء. ومعروف اليوم في العالم أجمع أنه التبني مش معمول لي للاستفزاز معناها بالنسبة للمنظومات القديمة، لكن لمراعاة واقع ونجيب حلول، وهذا هو معنى القانون. القانون هو أنه نتعايش مع بعضنا في بلد عنا نفس السقف البلد هذاك، وتكون العلاقات متاعنا مبنية على قاعدة قانونية تمكن العيش الكريم وتمكننا من العلاقات السلمية، تنحي الفيولانس وتنحي العنف ويصبحوا الناس ينجموا يتعايشوا لو فيفر انسامبل. كيف القانون ما يعملش لو فيفر انسامبل والقانون يولي هو اللي أثر في الأشخاص ويشنجهم ويعنفهم واحد على واحد لأنه يعطي حقوق للشخص وينقص للآخر، يعني كيف يولي مبني على لي بريفيليج ما عاد فيه حقوق. لي بريفيليج دو جروب ولا لي بريفيليج دو كاست، كانت قبل فما دي بريفيليج طبقات، هذا الكل اليوم ما يتمشاش مع الفكر متاعنا، يعني الفكر المعاصر، الفكر الحداثي، الفكر اللي يصبو إلى العلاقات المتساوية، لأن في العلاقات المتساوية فما إمكانية بناء مجتمع متوازن ومجتمع معناها ما فيهش عنف. إذا مجال الأحوال الشخصية هل يمكن إصلاحها؟ وليد قال أنا أرى أنه مش ممكن إصلاحها، وهو تنقل لكم علاش. مادام عنا اسمها مجلة الأحوال الشخصية، مادام نفهمها نسميها بالفرنسية لبلافون دو فيغ،
البلافون دو فيغ هذا ايش معناها؟ فما سقف ما نجموش نطلعوه، علاش؟ لانه في الكلمه قال هي استنباط جديد ما كانش موجود، لكن الاستنباط هذه نتاع كلمه مجال التحول الشخصيه تبقى دائما في المنظومه التقليديه، لانه المجله هذه تاريخيا وفي الاصل نتاعها تبدو وكانها تعصير المنظومه الفقهيه المالكيه القديمه، تحديث منظومه قديمه، مش منظومه جات جديده وحطيناها، جات فما بل فما احكام فقهيه تتعلق بالزواج بالطلاق بالميراث وبالعلاقات بالوصيه الى غير ذلك. هذه المنظومه هذه موجوده في الفقه القديم، وقعوا في تونس يعني صحيح التطور التاريخي يعني وقع تدوين بعض تدوين هذا الفقه مع تعصيره مع تحديثه إلى أن جاءت يعني الجمهورية في سنة 1000 ووقع إصدار مجلة الأحوال الشخصية على أساس أنها لا تقطع مع المنظومة القديمة، بل هي معناها تجديد، نوع من التجديد للمنظومة القديمة. لذلك علاش نقول هذا؟ اللي أسس لهذا هو الخطاب اللي عنا هنا برشا فلاسفة من الصديقات نعرفهم، هو الخطاب اللي ما نبحوش به لكن اللي موجود في الكلمات المسكوت عنه، لكن موجود الخطاب هذا، وهذا أكد عليه أكثر المحاكم التونسية التي جعلت من الفقه ومن التشريع من التشريع الإسلامي ولا أو من الشريعة الإسلامية جعلت منها هي مصدر المجلة. فيقع تأويل بعض الأحكام الموجودة أو بعض الفصول الموجودة في المجلة هذه على أساس الفقه وعلى أساس الشريعة الإسلامية. لذلك مثلا فما حاجات اللي مش موجودة كما قال وليد، مش موجودة، القاضي والحاكم هو اللي عاود يرجعهم في المجلة بالتأويل هذا. والتأويل هذا شنو اللي يخليه يمشي للمصادر الفقهية القديمة اللي هي ماهيش مبنية على المساواة، ما تنجمش تكون مبنية على المساواة لأنه خارج الفكر اللي تضع فيه الفقه هذايا. فالقاضي هو اللي يرجع لذلك، ويعني صارت اون كريسباسيون، هو اللي سكر على المجلة، بينما كان التأويل ممكن أصبح التأويل يقول لك يجي القاضي يقول لك ومن مصادر المجلة الفقه هو. قبل أن أقول شعرا يجب أن أؤطر هذا الشعر في السياق الذي نحن فيه. الأستاذة سناء بن عاشور قالت العلاقة بين المرأة والرجل في سياق القانون ما يحكيه فيها كان على النفقة، وبالتالي ثم تهميش كلي في القانون لما هو إنساني، فيتحول القانون من حيث يشعر أو لا يشعر إلى منتج للعلاقة قائمة على العنف، وتهمش في الجانب الإنساني بين المرأة والراجل. سنحاول عبر الشعر، وهذا شأن الشعر، أن يحلم وأن يرد الإنساني للإنسان، وما ثماش علاقة أكثر جدارة بالإنسانية بين المرأة والراجل، وأن الرجل حين يمضي من حياة خطر البعض يصوروا اهتمام المرأة بشأنها كامرأة يحولوه عن قصد أساسا إلى نوع من الصراع بين المرأة والرجل، والحال أن الأمر ليس صحيح. ذلك أن الرجل حين يمضي من حياة المرأة اعتقد أنه مضى نصفها الإنساني، لأنه هو بيده حين تمضي المرأة يمضي نصفه الإنساني، وأن هناك شيء عميق جدا بينهما لا يعلمانه إلا وهما معا، لا نافقة ولا شيء من هذا القبيل. دونك يمكن كل ما سأقوله وأستسمحكم في ذلك قد يبدو فيه الكثير من الحزن، أما فيه برشا حلم، برشا محبة، وكثير من الوفاء. تأكيدا من المرأة من الأنثى أن الرجل في حياتها مهم
لكن مش له بفاصل قانوني، وإنما هو بفاصل القلب والخافقي. ريحتك سأقرأ نصا أهديه لابنتي ولبناتكم ما دمتم ستسمعونه معي وتشاركونني إياه. إلى لينا ابنتي النخلة الصغيرة، كم تورقين في قلبي بلا برق، تحت زخات المطر تقف الآن لينا. أقول أدخلي، تقول أخرجي، المطر يعزف موسيقى زوربا. تعالي يا أمي، زوربا بدد الحزن بالرقص، أهم بالاستجابة لغوايتها. لعل بلل الأرض يصيب منه الروح نصيبا، فأصير نصف إله فقط. غربة تحت الشمس، ظلي يخدعني، يمسي أكبر مني، في العتمة يخلو بي، يسلمني للعزلة. يا ظلي كيف أنت ظلي، كنت تظللني عمرا. أضمد وجه العيد الجريح، وفي صمت الصباح بنيت جسورا. كن حيث شئت جزيرتي أنت، وقلبي قالب سيجرفني إليك. أقرأ النص قبل الأخير. في وعر الرحلة سقط صديقي الورع، وأسلمني وحيدة لعمر مجرد. ومن شبابيك ليلي تقبل الأسئلة التي ابتهلت، تكسر الأصنام. لا تقل أني عصيت، وأن حواسي لم يبق لها غير الشقاء. في المساء نغلق الأبواب، لأننا نعرف أن الليل قادم، وأن الظلمة ليست زبدا ما دام الباب لا يحرس إلا داخل البيت. وداخل البيت مرايا كثيرة تفتح أبوابا داخلي. نقطتين، هذا ما أراه في المرايا. هذا أبي يخفض رأسه ليلج باب حزن ما يزال أقصر من قامته. ومن خزانة الملابس تظل قمصانك، قمصان الصالح تستغيث. آه تعالي أمضي إليها، أخفي وجهي فيها، أعطرها بما تركت من عطر ولا أحملها. أقول لها أحقا صرت ملحا للكلمات فقط، يا صوت رجل حين أسلم خده للتراب، احتميت بثيابه راية للحب. شكرا. طيب، لأن السيدة أنيسة تصر على أن تكون المرأة محفل القيروان، مساءات القيروان للمرأة، لامرأة القيروان، أهدي هذا النص إلى زوجة أخي أنيسة وإلى السيدة سناء ولكل نساء القيروان. جاتها لمذاق خمرتنا فيها، وحفيف شهوتنا طعم فاكهة الحب بذرتها. للمسافات العتيقة بين صرح يناجي عقبة، وعين كأن لم ترتوي من دمعتها. ولكل ما وطأت قدمان على آثار عقبة حرمته. لمآذن في القيروان وأبواب هاتفة، لمن ولكل من عشقوا لها، ولمساءاتنا في القلب خفقات ما خابت ولن تخفى. للمساءات الحزينة بعد القيروان وحشتها، ودمع ينقذ صلواتها. بلون اليأس ما كفرت عين إذ جادت به لتروي نكبتها. في المساءات الهامدة حين يذكرنا الحزن سواد قهوتها، تتوقنا أسوار القيروان، فنرفل إليها امرأة
لا تخشى غوايتها بين التواءات هذا المساء، لا نذكر وبين عتمات وحشتنا إذا غفونا أو هممنا في صحونا غير ما رتلت نواقيس بهجتها. ليت أن القيروان تدلف بعشاقها إلي، أو أن فهريها يرحلني منها هنا إليها كي أتلو على مآذنها أناشيد الهوى. في حضرة الإله نقد الجسد منا، نتدثر بضفائر الهوى، نغفو على حلم يسقط كالغيم دمعة، والذنوب بيضاء. يا حور الله، يا حور الله، قمن بعري كن البهية، كن القصيد الحرام كي يفتح الله قلب الزمن. ضعن شهوة الرب في هذا الجسد يضج بالنار، قالت مريم، والروح إذا أخرجت أثقالها، واستخاب الإنجيل لأجعلن معجزتي مواقد يصطر فيها الناهبون. يا حور الله، كنا شهبا مذيئة، كنا سواكن القوافي ليربو في كنا هجع القصيدة. من اللحن الشجن ثم أشارت بطرف البنان إلى نجمة في سماء البلاد، قيل هي القيروان، ومن بوابة الله أطلت فارعة كما المئذنة، ومالت كما غصنبان عن وجنة الأقحوان، سأن النسيم الخجول أشار إلى قلب شاعر هنا تسكن والحنان. قال الرواة وقد يمموا القبلة، هنا قد تعانق الرافدان. طيب، هو يقول لا تقل للمغني أغني، وكأن الأعياد هي قد ألف بيننا الشعر والذكرى، واليوم ما جمعتنا خطوب ولا إليها قربتني أعيادها، كأني في العيد أحمد. هنا يروا أحمد المتنبي، فالخطوب فراشي وردائي، وكأنها العروبة اليوم خبت، وما خبا في القلب منها دائيا. هي الأيام أيامنا، لكم منها وضح النهار، ولي منها سواد الليالي. يا القيرواني في أقبية الذاكرة، وانفخ في مزمارها جرح زغاريدنا، أيقظ صهيل جنازة ظمأ لنشيد الأساطير، اكتب بالماء على مخدع فاطمة محمدا خيطا يتوسل لنا الشفاعة في زمن يخلع فيه شجر الصفصاف يا ليليا أوراقه كفنا لعرائي وطني. شكرا. يا حبيبي ليلو السماء ونجومه وقمره، قمره سهره وانت وانا، يا حبيبي انا، يا حياتي انا، كلنا كلنا في الحب سوا، والهوى منه الهوى، والهوى منه الهوى، منه الهوى، منه الهوى، سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهدى، يا حبيبي يلا نعيش بعيون الليل، ونقول للشمس تعالي 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 تعالي، بعد سنة مش قبل سنة، تعالي 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 تعالي، بعد سنة مش قبل سنة.